Turn on smart switch. Okay, turning on. Turn off a smart switch. Sure, turning off. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في الحلقة بتاعت النهاردة هنتعرف إزاي نتحكم في المنتجات الخاصة بشركة سونوف اللي مربوطة على تطبيق إيولينك باستخدام الأوامر الصوتية من جوجل أسيستنت أو مساعد جوجل اللي موجود في الأندرويد. كل اللي عليك هو ملاحظة قبل ما نبدأ إن أنت تتأكد إن الاسم بتاعك اللي هنا اللي أنت ضايفه للمنتج في تطبيق إيولينك هو ده الاسم اللي أنت هتستخدمه في مساعد جوجل، أو لما تيجي تنده على التطبيق أو تقول له مثلا تقول له تيرن اون ايه الاسم ايه، هو ده الاسم اللي موجود هنا. يبقى انا هنا مسميه سمارت سويتش، يبقى بعد ما اخلص الخطوات هقول له تيرن اون سمارت سويتش، تمام، تيرن اوف سمارت سويتش وهكذا، تمام. يبقى الاسم ده مهم عندنا اللي انت اخترته في البداية وانت بتضيف المنتج. الخطوات هنعملها ازاي؟ هنفتح الضبط او السيتنج وهنروح لجوجل، هنلاقي اعدادات الحساب الخاصة بالجيميل، اعدادات الحساب بتاعتك الموجودة على الاندرويد. هنيجي هنا هنلاقي مكتوب خدمات الحساب، لو انت الاندرويد بتاعك بالانجليش هتلاقيها account services، تمام. بعد كده هنختار بحث جوجل ومساعد جوجل، جوجل فويس اللي هي برضو لو الاندرويد بتاعك بالانجليش هتلاقيها search assistant voice، هضغط عليها. بعد كده هختار مساعد جوجل او جوجل assistant، هيبدأ يفتح لي الإعدادات الخاصة بالمساعد. طيب هختار مساعد جوجل أو أسيستنت، تمام، وبعد كده هختار إدارة آلية المنزل أو هوم كنترول لو الأندرويد بتاعك بالإنجليش، تمام. بعد ما اختار إدارة آلية المنزل، طبعا لم تضف أي أجهزة حتى الآن، هضغط على زرار الأد اللي موجود تحت ده، ومن السيرش هضغط على السيرش واكتب إيوي او ايوي لينك، هيظهر لي ايوي لينك سمارت هوم. اول ما هضغط على ايوي لينك سمارت هوم هيبدا يفتح لي براوزر، هيقول لي جاري ربط حسابك في ايوي لينك. طبعا عشان انا عامل تسجيل دخول قبل كده، على حساب ايوي لينك ففتحه على طول. طيب انت لو مش عامل تسجيل دخول بالمتصفح على حساب ايوي لينك هيفتح لك شاشه عاديه خالص، فاكر الشاشه بتاعه اللوجن اللي كانت موجوده في التطبيق. اول ما انت بتفتح التطبيق هيقول لك اختار الدولة، ده هتسيبها فاضي، الدولة ده لو انت مسجل برقم التليفون بتاعك، وهيقول لك اسم الحساب او اسم المستخدم، هتدخل له اسم المستخدم بتاعك اللي انت مسجل بيه في التطبيق @gmail.com او ايا كان الايميل اللي انت مسجل بيه. بعد كده باسورد، هتدخل له الباسورد بتاع الحساب، هيبدأ يقول لك هل انت هتسمح للحساب ده ان هو يدخل، هيبدأ يحمل شوية ويفتح لك الحساب بتاعك، تمام. بعد ما يفتح لك الحساب بتاعك خلاص هيبدا يظهر لك النافذه اللي ظاهره قدامك دي، تعيين غرف. طيب التعيين الغرفه ده نظامه ايه؟ انكر هنا لتعيين غرفه. طبعا هو ضاف السمارت سويتش بشكل تلقائي، لو انت طبعا عندك اكتر من منتج هيضيف لك الاكتر من منتج على تطبيق ايولينك. هبدا اضغط على سمارت سويتش، بيقول لك حدد لي غرفه، الغرفه اللي موجود فيها، طبعا جوجل اسيستنت محتاج كده. طبعا هقول له مثلا على سبيل المثال غرفة المعيشة، بس هو ده اللي انا كنت محتاج ان انا احدده، وفي النهاية هقول له تم من فوق اهي تم، هيقول لك جاري تعيين جهاز واحد لغرفة خلاص. طبعا هيجيب لك اقتراحات لتشغيل واطفاء الجهاز، يعني هنا هيقول لك اضاءة سمارت سويتش، اطفاء سمارت سويتش، فهقول له حسنا وهبدأ ارجع للهوم سكرين، هضغط ضغطة مطولة على الهوم بوتن. Turn on smart switch. Okay, turning on. مفعل زي ما انت شايف، المفتاح مفعل. لو جينا نبص هنا كده في التطبيق هنلاقيه مفعل. طيب Turn off smart switch. غير مفعل، وزي ما سمعت التكة بتاعت التطبيق طبعا تقدر تفعله من هنا اهو، فعل طفى.
بكده يكون شوفنا في الحلقة دي ازاي نربط المنتجات الموجودة على تطبيق ايولينك بالجوجل اسيستنت او مساعد جوجل، ونتحكم في المنتجات عن طريق الاوامر الصوتية. متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.